ما هو الشيء الذي له أربع أرجل ولا يستطيع المشي؟ إجابات كثيرة، من بينها الكرسي والطاولة. أين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟ في الخريطة وفي الشعر. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ إنه الحوت الذي سار بسيدنا يونس عليه السلام. ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ إنها الساعة. امرأة عقيم، فهل تنجب ابنتها أطفالا أم تكون مثل أمها؟ الجواب أن الأم العقيمة ليست لديها ابنة.